أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إدانته جميع أعمال العنف وإراقة الدماء والتأكيد على حرمتها سواء كانت دماء مسلمين أو غير مسلمين. وشدد المجلس على أن ما قام به من جمع فرقاء دولة ميانمار تحت مظلة واحدة يأتي انطلاقا من تحمله مسؤولياته تجاه المسلمين لتحقيق الأمن والسلام للجميع. وأوضح المشاركون في البيان الختامي أن الأزمة في ميانمار معقدة بشكل يستوجب جهودا مكثفة والبحث عن جذور المشكلة وضرورة الوقف العاجل لكافة مظاهر العنف وإراقة الدماء. دكتور مختار، هل من الممكن برأيك أن تثمر نتائج مجلس حكماء المسلمين في تحقيق السلام في ميانمار كما ذكرنا في الخبر؟ شوفي، عايزين نقول أن العالم الإسلامي بيعيش في أضعف حالاته بدرجة أو بأخرى، ليس في ميانمار فقط، ولكن تتحدثي عن كشمير، تتحدثي عن الشيشان، تتحدثي عن يكفي الهلهلة الموجودة في العالم العربي. وأنا من وجهة نظري وقفت قدام كلمة كبيرة جدا قالتها أنجيلا ميركل في مؤتمر خاص بحكماء العالم اللي كان معقود في دبي، وهي تتحدث أن الصين والهند بيضموا تقريبا نصف سكان العالم، وبدرجة أو بأخرى فيهم أكثر من 150 عقيدة و150 لغة أو دين، ورغم ذلك ما فيش نزاعات أو صراعات ما بينهم، لكن الدم موجود في العالم العربي والصراعات موجودة في العالم العربي والإسلام. والست دي الحقيقة كانت لها أحاديث فاجعة مرتبطة بآليات العالم العربي والتعاطي معها. أنا أتمنى للأزهر بما له من قيمة أدبية ومعنوية في العالم وفي العالم العربي والإسلامي، وأتمنى لحكماء وسلاطين ورؤساء العالم العربي والإسلامي أن يدركوا بأنه بدرجة أو بأخرى الحفاظ على المسلمين بنفس القدر اللي بيحتفظ به العالم الغربي في كثير جدا من الأمور الموجودة في العالم العربي مسألة مهمة جدا وللغاية. وأنا متصور أنه بداية طرح مشكلة ميانمار على وجه الخصوص مسألة هامة بالنسبة للأزهر، وأتمنى أن تنتهي قريبا.